مساء الخير لكل مشاهدينا، برحب بحضراتكم ولقاء بيتجدد على الهواء مباشره مع الاقتصاد والناس ورصد لكافه الخطوات اللي بيتم اتخاذها من اجل الاصلاح الاقتصادي في ظل العديد من المشكلات والمعاناه اللي بيواجهها المواطن المصري. لكن في النهايه بيهمنا جدا ان احنا نتعرف على الخطوات دي وهل هي بالفعل بتعد في الطريق الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادي والنتيجه اللي احنا بنرجوها جميعا كمجتمع مصري وكمصريين من تحسين الاحوال الاقتصاديه في الفترات القادمة بإذن الله، وإن شاء الله تكون يعني فترات قليلة نقدر من خلالها نجني ثمار كل ما يتم من مشروعات قومية وخلافه في المجتمع في هذه الأيام. علشان كده النهاردة مطلوب مننا أن احنا كلنا نشارك في هذا الموضوع. خطة الإصلاح الاقتصادي ربما بيتم وضعها من قبل السادة المسؤولين أو من قبل الحكومة، ولكن بيشارك فيها كل مواطن مصري. إزاي بيشارك فيها كل مواطن مصري؟ بأن احنا كلنا نشتغل، بأن احنا كلنا نأدي الدور اللي علينا، وعلشان نقدر بالفعل ان احنا نتخطى المشكلات دي لابد ان احنا نغير كثير من ثقافتنا واقتصادياتنا وسلوكياتنا الاقتصادية في ذات الوقت. يعني لما بنقول ان احنا مجتمع استهلاكي اكثر منه مجتمع انتاجي، دي عبارة لابد ان هي تختفي من الوجود في الفترة الحالية ونستبدلها بدولة منتجة ودولة انتاجية. عشان كده النهاردة بنتكلم مع حضراتكم ازاي ان احنا نشجع منتجنا، ازاي ان احنا نجد صنعة في مصر موجودة في عدد كبير جدا من المنتجات، ازاي هنقدر ان احنا يكون عندنا الخطوات اللي تؤهلنا بالفعل لتشجيع المنتج المصري. ده موضوعي مع حضراتكم النهارده اللي هنحاول ان احنا نتعرف عليه بشكل اكثر تفصيلا من ضيفي اللي مشرفني النهارده. واسمحوا لي ان انا ارحب بدكتور شريف فاروق لطفي، دكتور اداره الاستراتيجيات والاعمال. اهلا بحضرتك. أهلا دكتور بحضرتك. منورنا. اهلا بيك. وقبل ما نفتح الموضوع دكتور شريف، اسمح لي مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين زي ما احنا متعودين مع حضراتكم لابد ان احنا نتعرف في البداية على اخر واهم الانباء الاقتصادية. هناخد فاصل، في الفاصل هنتابع في اهم الانباء الاقتصادية، نرجع على طول عشان نفتح موضوعنا ونشوف ازاي نشوف عبارة صنع في مصر في اكبر عدد ممكن من المنتجات ان شاء الله. البنوك تسجل أكبر حصيلة يومية من النقد الأجنبي بقيمة 618 مليون دولار. 400 جنيه زيادة في سعر طن الحديد بالسوق المصري. عمران، البورصة عكست كفاءة الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة. الرقابة المالية 95% زيادة في قيمة التمويل العقاري خلال 5 أشهر. التضامن ضم الأطفال الأقل من 6 سنوات لتكافل وكرامة. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، دي كانت آخر الأنباء الاقتصادية اللي شفناها مع حضراتكم، لكن خلونا نرجع لموضوعنا الأساسي، موضوعنا اللي كلنا لابد إن احنا نهتم بيه كمواطنين مصريين، صنع في مصر في كافة أنواع الصناعات والمنتجات. هذه العبارة كيف يمكن تحقيقها وتحويلها إلى واقع موجود مش بس في مصر لكن في كل الدول سواء كانت العربية أو الأوروبية أو الأفريقية. مرة تانية اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بدكتور شريف لطفي أستاذ إدارة الأعمال. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. دكتور شريف، صنع في مصر، هل هذه العبارة نقدر نقول إن لابد إن يكون ليها مقاومات معينة علشان تكون موجودة في الأسواق المصرية والخارجية؟ طبعا ده أكيد. إحنا صنع في مصر عشان نبتديها مش هنقدر نبتديها من المنتج، لازم نبتديها من أول عملية الإنتاج. تمام. علشان نقدر ناخدها ستيب باي ستيب أو خطوة خطوة لحد ما نوصل للشكل النهائي أو المنتج اللي فيه مكون مصري كبير. فعلشان كده لازم نعمل بعض الخطوات او بعض الحلول علشان نقدر نوصل للمنتج ده في الاخر. فجزء منها التعليم الفني، للاسف احنا برضو عندنا
ما زلنا عندنا خطوات عايزه تتعمل للتعليم الفني، لان الاعداد اللي بتطلع يمكن مش كافيه وعايزه تاهيل اكتر من كده. الحقيقه يعني اتحاد الصناعات ووزاره الصناعه والتجاره خدت خطوات جيده جدا من سنوات في الطريق ده، انما ما زلنا موجودين. حضرتك عارف عندنا برضو يعني عقده التعليم الجامعي، يعني الناس مش بتقبل قوي على زي المانيا مثلا، المانيا ثقافه يعني ثقافه. فاحنا عايزين طبعا نغير من الثقافه، ان التعليم الفني ليس اقل من التعليم الجامعي تماما، فمحتاجين نعمل جهد في الجزء ده. في جزء تاني بيتعمل بره مهم قوي، وهو ربط ما بين الصناعه وما بين الجامعه. يعني لازم يبقى في مراكز بحثيه في الجامعات تصرف عليها الشركات وتستقطع من ارباحها، علشان تقدر في الاخر تعمل ابحاث في تطور ونعرف ايه اللي احنا محتاجينه. وبالتالي احنا مش لازم نصنع منتج كامل في الاخر، بس ممكن قوي ان احنا نزود المكون المصري من المنتجات. ممكن قوي نقلل البرامج الحمايه الجمركيه زي في صناعه السيارات مثلا. يعني حضرتك عندك دوله زي المغرب، عندك زي ايران، بيقدروا يصنعوا مش بس لجوه، لبره كمان، وبيقدروا يصدروا. ليه احنا ما عندناش نفس الحكايه دي؟ ساعات برامج الحمايه اللي بتتحط على المنتجات اللي بتيجي من بره يعني بتريح شويه المصنع المصري، فبيبقى عنده احساس ان هو في الاخر ما انا محمي، انا اللي هنتجه، مش مسؤول قوي او مش بيتحمل ريسك كبير في الموضوع دوت، وما بيعملش جهد كبير علشان يطور من المنتج بتاعه. تمام. وفي نفس الوقت ما بيستقطعش من الارباح. طبيعه الاسواق في مصر وخارج مصر اعتقد انها هي البدايه، دراسه السوق علشان اشوف ايه المنتجات اللي ممكن انا كمصر عندي الموارد المتاحه اللي اقدر استغلها انافس بيها في الاسواق بهذه المنتجات. هل احنا في مصر هنا عندنا هذه النوعيه من الدراسات اللي نقدر من خلالها ننمي قطاعات معينه في الصناعه او في الزراعه او في التجاره بحيث ان احنا نركز عليها في الفتره الحاليه؟ هو ده بقى اللي محتاجين نعمله في المراكز البحثيه. في اوقات كتير احنا مش محتاجين تو ري انفنت ذا ويل زي ما بيقولوا، يعني مش عايزين نعيد اختراع العجله. في دول اتبنت على الريفرس انجينيرنج، في الاخر احنا بناخد المنتج ونفككه ونشوف احنا ايه اللي ممكن نعمله كمكون لهذا المنتج. مش لازم نصنع عربيه من الاول، بس ممكن قوي نزود المكون المصري في العربيه. ممكن قوي ان احنا ما نقتصرش على المنتجات ولا السلع، ممكن قوي نصدر خدمات. مصر الوقت طويل قوي كانت هي عاصمه التعليم للوطن العربي، فكانوا الإخوة العرب بيقصدوا الجامعات المصرية عشان يتعلموا فيها. حقيقة لا زالوا يعني حتى الآن بالرغم كل المشكلات والتحديات اللي بنواجهها، ربما تكون النسبة مش هي دي النسبة المستهدفة أو اللي احنا نرضى عنها طبعاً، لكن طبعا أكيد. أعتقد يعني أن احنا محتاجين أن احنا نزودها، نركز عليها بشكل إيجابي أكتر. مظبوط. أنا شايفة أن التعليم هنا حضرتك مركز عليه جدا في الموضوع لأنه هو الأساس. صحيح. فيش دولة هتنمو من غير تعليم ومن غير صحة. حضرتك لو قرأتي في كل نماذج الدول اللي تقدمت وعملت طفرات اقتصادية وطفرات في الصناعة بتاعتها، هتلاقيها كان الأساس التعليم. تمام. لأن احنا للأسف احنا بناخد التكنولوجيا بعد ما بتخلص، إنما احنا محتاجين نكون مساهمين إلى قدر في تصنيع التكنولوجيا. احنا ممكن إن احنا يعني نبدأ بإيه؟ كصناعات أو كمنتجات ممكن تكون متواجدة تغذي السوق المحلي وتوفر له الاحتياجات الخاصة به، ونقدر كمان إن احنا ننافس بيها للأسواق الخارجية. والله يعني يمكن من المنتجات المهمة اللي احنا محتاجين المنسوجات والأقطان، يعني بدل ما احنا القطن طويل التيلة يعني ده سمعتنا كانت جيدة طبعا. جدا، بس بدل ما بنصدر رو ماتيريال أو القطن في شكله غير مجهز، احنا ممكن نصدره على أساس أنه مصنع. يعني حضرتك في المنطقة الحرة الحقيقة كثير من الشركات الأجنبية بتصنع عندنا، ولما حضرتك تسافري بره فرنسا او انجلترا وتشوفي التيكت تلاقيه ميد ان ايجيبت. ففي الاخر ليه بس الجوده تكون مقتصره ان احنا نصدر بره؟ يعني ليه كمان ما تنعكسش في السوق المحلي؟ والغريب انك انت بعد ما بتصدري بتبتدي انك انت تستوردي في صوره فينيشد برودكت او في شكل تي شيرت او منتج نهائي، وبتدفعي اضعاف اضعاف اللي حضرتك خدتيه بعد كده من الرو ماتيريال الاولاني. ده مش بس في الملابس، ده حتى في حاجات كتيره جدا للاسف الشديد بيتم تصديرها كرو ماتيريال او كمواد اوليه، يعني يعاد اجراء بعض الخطوات عليها ونرجع نستوردها باضعاف مضاعفه. مزبوط. بشكل كبير. مزبوط. احنا محتاجين ايه
علشان النهاردة نقدر نقول بالفعل إحنا في الطريق الصحيح نحو تصنيع المنتج المصري أو نحو تشجيع المنتج المصري وتصنيعه في مصر. يس. الحقيقة إحنا زي ما كنا بنتكلم في الأول، إحنا محتاجين نشجع العمل الفني لأن ده مهم جدا. يعني إحنا مش محتاجين الدنيا كلها تبقى مديرين، ومش محتاجين الدنيا تبقى كلها خريجين جامعة، إحنا محتاجين العمل الفني. يعني محتاجين الناس تشتغل في مصانع، محتاجين نبقى عارفين ايه اللي احنا محتاجين نطور فيه. فعشان حاجة زي كده لازم يبقى في منظومة بحثية تقدر انت. للأسف يعني بره كثير من الشركات بتصرف على الأبحاث في الجامعات، صحيح، وهي اللي بتبقى واخدة الليد أو القيادة في ده. هل ده بيبقى من منظور برضو أو من معايير الجودة اللي يجب أن هي تكون موجودة في كل مصنع أو في كل مؤسسة أو في كل شركة؟ طبعا يعني ده حضرتك يعني أثرتي سوداء القلب زي ما بيقولوا. طبعا الجودة دي يعني أساس، ملهاش بديل، لأن إحنا مش هنعرف نصدر غير لما يبقى في جهة رقابية تقدر تدينا ختم الجودة، صحيح، لتصدير بره. إحنا ما زالت صادراتنا يعني خامة بترولية، مواد بترولية زراعية، لكن المكون الصناعي لسه ما خدش حقه بالمعنى المفهوم، وهو ده اللي إحنا محتاجين نبتدي نشتغل فيه على يعني بطريقة جدية. التصدير ربما يعني احنا بنتقابل من خلال الاقتصاد ونسمع عدد كبير من السادة المتخصصين في موضوعات التصدير بيقولوا التشريعات والقوانين وجذب الاستثمارات وإقامة الصناعات في مصر و هل حضرتك شايف ان علشان اشجع منتج دولة ما يجب ان يكون هناك تشريعات خاصة وقوانين خاصة لتفضيل منتج هذه الدولة عن غيره من المنتجات؟ ده حصل فعلا الحقيقة، وحصل في مصر وفي بلاد سبقتنا فيه. يعني احنا عندنا شرعنا قانون تفضيل المنتجات المصريه للحكومه وللهيئات الحكوميه والقطاع العام، تمام، وده الحقيقه يعني بيلزم القطاعات دي ان هي لما تيجي تشتري بالذات لو في مناقصات او حتى في شراء حاجه لمشروعاتها هي، ان لازم يكون المكون المصري ما يقلش عن 40% من اللي هتشتريه. والحقيقه المشرع اعطى الاونس او يعني نوع من السماح لحد 15%. يعني بمعنى ان احنا لو لقينا المنتج الاجنبي متقدم في مناقصه جنبيه المنتج المصري متقدم في مناقصه، حتى لو المنتج المصري اغلى لحد 15% ممكن قوي ياخده. والحقيقه ده ابتدى يمكن من سنه 1930 ايام الكساد الكبير في امريكا، كان نفس الفكره ولحد دلوقتي موجود. وواحدة من الحاجات اللي ركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومضى حتى أمر رئاسي عليها في أبريل، في 19 أبريل 2017، وده يعني يرتقي لقانون يعمل به، حملة أو قرار سماه باي أمريكان هاير أمريكان، ويتش معناها إن إحنا محتاجين نشتري المنتج الأمريكي ونعين الامريكان. وده يمكن ليه بعض الاثار السلبيه على الهند، لان كثير العماله الهنديه اللي كانت متواجده هناك استبدلت او ابتدت ان هي عماله امريكيه. وحتى في الدول العربيه، في بعض الدول العربيه دلوقتي اللي يعني بتطلق ابنائها وبتفضلهم، بيبقى ليهم افضليه في العديد من القطاعات، وده شفناه الحقيقه في عدد ايضا من الدول العربيه اللي قامت بالموضوع ده، في السعوده والتكويت بالظبط كده، وبيختاروا قطاعات معينه. يا دكتور خليني انا برضو اقول، طب ما القطاعات دي اكيد هم ليهم رؤيتهم ان هذه القطاعات مؤثره بشكل كبير جدا في السوق وفي اقتصاديات السوق. انا هنا في مصر، ايه القطاعات اللي ممكن اركز عليها برضو عشان يكون ليها الاثر الايجابي في توفير العماله المصريه وتشجيع العماله المصريه بشكل كبير جدا، وفي ذات الوقت هيكون ليها اكثر ايجابيه على الاقتصاد وعلى السوق المصري؟ المنسوجات ده يعني سيكتور او قطاع مهم قوي لازم ان احنا نركز عليه، لان احنا اوريدي كمان كان عندنا يعني سبق موجود فيه كتير. للاسف انت حتى لما تدخلي على بعض الصادرات المصريه في بعض التصنيع للعب اطفال، لبعض الاجهزه الالكترونيه البسيطه، يعني مش اللي في صوره كامله، وده احنا ممكن قوي حتى نعمله هنا. يعني في مصانع ابتدت تفتح من ماركات عالميه موجوده في بني سويف، وفي انيشيتيف هيحصل في اسيوط. مش لازم نعيد اختراع، يعني مش لازم ان احنا نتمنى ان احنا يبقى منتج مصري من A to Z او من اوله لاخره. احنا كل اللي يهمنا ان احنا
نزود ده ونصدر بعد كده. يعني دلوقتي القانون هنا بيشجعني على ده ازاي؟ يعني قانون الأفضلية هنا أو التفضيل بالنسبة للمنتج المصري، إيه الحافز أو إيه أوجه التشجيع اللي ربما يكون بيقدمها للمستثمرين ولأصحاب المصانع علشان يتوجهوا للاستفادة منه؟ ده ابتدى يلزم القطاع الحكومي بس، مش القطاع الخاص طبعا، لان القطاع الخاص ليه وضعيه مختلفه. ان هو يلزمه بقانون، طبعا ما دام قلنا قانون يبقى في نوع من التجريم او نوع من العقوبه لو ما تنفذ. وهو هنا المشرع حاططها من 5000 ل 100000 جنيه الحقيقه في حاله عدم التزام الجهه او القطاع العام بالمناقصه. وده مهم ان هو يبتدي يتطبق، واداله السماح لهذا القدر. فأطلق يده المشتري او الحكومه انها تقدر حتى لو المنتج المصري اغلى هيروح يشتريه، وبالتالي ده هينعكس على المستثمر المصري. يعني الفلوس الزياده اللي هو هيدفعها صحيح انها هتبقى عبء برضو على الوزاره او هتبقى عبء على الميزانيه بتاعه القطاع العام، انما هتبتدي ترد تاني للمستثمر المحلي، وبالتالي المفروض ان هو راس المال بتاعه يكبر، يقدر يتوسع اكتر، يقدر يوفر فرص عمل، ويقدر ان هو يزود الانتاج بتاعه. خليني اسال هنا، لان كان في فتره من الفترات كانت الشركات والمصانع الحكوميه بتمر بعثرات شديده جدا، ويعني برضه ولا زالت تعاني التحديات دي طبعا. بالظبط، ولا زالت تعاني بشكل يعني واضح لينا بشكل كبير. هل هذا القانون بيعد بمثابه دفعه لهذه الشركات التابعة للقطاع العام وللحكومة بأنها تعيد مرة أخرى تواجدها في الأسواق وتنافسها مع القطاع الخاص، بل ربما كمان تكون هي مصدر أساسي للمواطن المصري في ظل غلاء الأسعار وفي ظل المشكلات الاقتصادية اللي بنواجهها؟ ده أكيد، يعني ده جزء من الدفع للاقتصاد المصري في الجزئية بتاعة تشجيع المنتج المحلي. علشان كده ابتدى القانون يبقى موجود. وكمان احنا محتاجين توعية اكتر، لان يعني على حسب قراءاتي حتى قبل ما اجي لحضرتك، 100 شركة بس هم اللي سجلوا ان المكون بتاعهم الى 40% مصري. وبالتالي في لسه قطاعات في الدولة مش على علم بالقانون، وبالتالي مش هتقدر تنفذه او مش هتقدر يبقى قابل ان هو ينفذ. فالحقيقة اتحاد الصناعات ابتدى يعمل ندوات تثقيفية وابتدى يعمل دورات تدريبية، إنما طبعا السكيل لسه أو التعريف لسه على عدد محدود. فده محتاجين نعمله، لأن كل مصنع محتاج إن هو يقدم ورقه علشان ياخد شهادة إن المنتج بتاعه فيه مكون مصري لا يقل عن 40%، لأن الورقة دي هيقدمها في المناقصة. تمام. علشان يقدر ياخد بريفليج أو امتياز أو أولوية عن المنتج الأجنبي بعد كده. فطبعا إجابة لسؤال حضرتك، أكيد ده دافع مهم جدا. وعلى فكرة معظم دول العالم عندها القانون ده. يعني إحنا مش بس يعني منفردين بيه، إحنا كمان موجود عندنا. ربما القانون يكون موجود، ولكن تفعيل القانون وتطبيق القانون هو ده اللي احنا محتاجينه في الفترة الحالية. أخيرا، هل حضرتك شايف أننا بالفعل بنسير في الاتجاه الصحيح تجاه توفير وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع المنتج المصري في عدة قطاعات؟ يمكن حضرتك ركزت على قطاع المنسوجات، هل حضرتك شايف أن احنا بالفعل بنسير في الاتجاه الصحيح، ولا ربما محتاجين إجراءات أخرى؟ احنا طبعا ابتدينا، إنما وماشيين في الاتجاه، انما محتاجين الى حد ما. يعني صحيح. قانون الاستثمار ما زال لسه في قيد الاعداد، واحنا مفروض ان احنا مستنيينه في خلال 6 أشهر ان هو يبتدي. لان بعدين مش القانون بس هو المشكله، القانون صحيح. ممكن يتحط والتشريع ممكن يتعمل والوزير ممكن يبقى نيته كويسه وطيبه وراجل او ست وطني وبيعمل البلد، بس محتاج كمان في الناحية الوزارة نفسها الموظفين ممكن قوي تيجي كمستثمر عايز تبتدي انك انت صحيح. تشتغل وتلاقي ورقة واقفة، طب ما هتعمل ايه؟ فدي نقطة مهمة جدا، قانون الاستثمار علشان يقدر الصورة تكتمل. طبعا اللي عايزين شوية شغل في الجزء الجمركي علشان نقدر ان احنا نعدي بالجزئية دي. فالحقيقة يعني عندنا خطوات تصحيحية، لكن طبعا احنا محتاجين يعني جهد اكبر من كده، ونطمع طبعا في جهد اكبر صحيح. من كده.
الحقيقة هي منظومة متكاملة بنتمنى أنها كلها تسير بالتوازي، منظومة تجاه المسؤولين والحكومة لوضع الخطة وتوفير الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق هذه الخطة، مسؤولية من المستثمرين ومن القائمين على هذا الموضوع أن هم كمان يشاركوا كمسؤولية مجتمعية في الدولة في الفترة الحالية، كمان مسؤولية من المواطن، ثقافة ان انا اشجع منتج بلدي، دي مسؤوليتي ان انا اشتري حاجتي من مصر وان انا ابعد عن المستورد الى حد كبير، اعتقد ان ده مطلوب جدا خصوصا ان احنا يعني شايفين الحالة الاقتصادية وشايفين التحديات اللي بنواجهها كلنا، فهي منظومة متكاملة ان شاء الله تتم صحيح. على خير في الفترة الحالية باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شريف لطفي دكتوراه ادارة الاعمال، نورتني يا فندم، الف شكر لحضرتك. وبشكر كل اللي تابعونا النهارده. عباره صنع في مصر بنتمنى ان احنا نشوفها في كل القطاعات ومش بس في الاسواق المحليه المصريه لكن كمان في الاسواق الاوروبيه والافريقيه والعربيه باذن الله. بشكركم ولقائنا الاسبوع القادم مع الاقتصاد والناس ان شاء الله.